يعني انا ببقى بحب كده من الاول لما الاقي بيتر ميمي بيخرج حاجه احب اعرف، او ببقى عارفه ان هي حاجه كده في وعبد الجول. الرحيم كمال ده يعني هو التاريخ كله، طبعا جزيرة غمام وكل الأعمال التاريخية الجميلة كتبها عبد الرحيم كمال. يعني زي ما تابعنا في التقرير، مسلسل حشاشين واحد من المسلسلات الدرامية اللي الجمهور مستنيها. أحداث تاريخية حصلت بالفعل في القرن ال11 لأخطر جماعة كان بيقودها شخصية اسمها حسن الصباح، المعروف أو المشهور بشيخ الجبل أو مؤسس الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزرية أو حتى الحشاشين، ده حسب التسمية الأوروبية. يعني خلينا نشوف ونفتح كتب التاريخ، يعني ده اللي خلانا يمكن في صباح الخير يا مصر يعني نحاول نستعرض تاريخ هذه الجماعة أو هذه الفرقة، إزاي تناولتها كتب التاريخ الإسلامي، كتبت عنها إيه، ما هو المكتوب عن حسن الصباح وما هو المسكوت عنه، لماذا أسس حسن الصباح هذه الفرقة ولماذا أطلق عليها هذا الاسم الغريب اسم الحشاشين. دكتور أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بصحبتنا النهاردة في استوديو صباح الخير مصر عشان يجاوب عن كل هذه الأسئلة. صباح الخير عليك يا دكتور. يا صباح الخير. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. من هم الحشاشين؟ بدأوا فين؟ مكانهم بدأ فين؟ وليه تم تسميتهم هذا الاسم؟ شوف حضرتك، دول فرقة من الفرقة الإسماعيلية. الشيعة يعني. الشيعة الشيعة في اثنا عشرية وفي زيدية وفي إسماعيلية، صحيح، يعني أنواع كتير. فدول الفرقة الإسماعيلية اللي هم نشأوا بعد الإمام جعفر الصادق، انقسموا اثنين من أولاده، إسماعيل لنسبة إليه الإسماعيلية وموسى الكاظم. إسماعيل مات في حياة أبوه، فهم رأوا أن لابد أن تنتقل الإمامة إلى ابن إسماعيل اللي هو محمد، بينما الآخرون نقلوا الإمامة إلى شقيق موسى الكاظم. ومن هنا انقسمت الدعوة الشيعية إلى موسوية اللي هم الاثنى عشرية، وإلى إسماعيلية اللي هم أبناء محمد ابن إسماعيل. ودول قعدوا في دور الستر حوالي 150 سنة إلى أن نجحوا في النهاية في أنهم يقيموا خلافة شيعية في شمال أفريقيا في تونس الحالية، وهي دي أصبحت الدولة الفاطمية. يعني هم أصلا البذرة الأولى للدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية توصلها تكوينها بالشكل اللي أنا قلته لحضرتك. عملوا الدولة الفاطمية، ثم وجدوا عشان يواجهوا العباسيين إن تونس بعيدة عنهم، ففكروا ضرورة إنهم يكونوا في الشرق وفي مكان قريب منها، فوجهوا نظرهم إلى القاهرة، إلى مصر. فانتقلوا إلى مصر مع جور القائد وبات والمعز لدين الله سنة 358، وجاء المعز سنة 362. طوال الفترة دي كان الإسماعيلية واحدة واحدة، إلى أن جاء فترة الإمامة المستنصر بالله الفاطمي، ودي إمامة استمرت 60 سنة لأنه تولى طفل عنده 7 سنين ومات بعد 60 سنة عنده 67 سنة. في خلال الفترة دي حصلت مشاكل كتير في الدولة وأزمات من الشدة العظمى شيء من هذا القبيل. الشدة المستنصرية معروفة طبعا، احنا بنسميها الشدة المستنصرية لكن في التاريخ اسمها الشدة العظمى. والاستعان ببدر الجمالي القائد أمير الجيوش. وفي الفترة دي وصل حسن الصباح اللي كان الداعي الإسماعيلي في فارس. بالظبط، يعني التحول ده حصل ازاي؟ ما انا هو انا لسه بكمل اهو. كان هو الداعي الاسماعيلي في فارس، فجاء الى مصر وحاول انه يلتقي بالامام الفاطمي. وعندما التقى بالامام الفاطمي كان من بين الاسئله التي طرحها عليه من الامام بعدك؟ فقال له ابني نزار هو الابن الاكبر. فعلى هذا الاساس كان راي حسن الصباح ان اللي هيتولى الامامه والخلافة هو نزار. لكن نتيجة للظروف السياسية اللي كانت في مصر وسيطرة الوزراء الكبار زي بدر الجمالي وابنه الأفضل شاهنشاه، وكان في صراع بين الأفضل شاهنشاه وبين نزار، فاستبعد نزار وجاب أخوه الأصغر أحمد وسماه المستعلي بالله، لأنه في الوقت نفسه كان زوج أخته ست الملك بنت بدر الجمالي. فهنا حصل انقلاب في سياسي في الدولة الفاطمية، وأصبح في دعوتين، دعوة بيتبناها حسن الصباح للدعوة النزارية، ونزار ده حاول إنه يروح في الإسكندرية
ويعمل نفسه خليفة، وسمى نفسه المصطفى بالله، لكن الأفضل شاهنشاه جابه بعد سنة وخلص منه وقتله. ومن هنا أصبح في رأي الدعوة في فارس إن الإمامة هي في نظار. فانقسمت الفرقة الإسماعيلية وبيسموا نفسهم الإسماعيلية الجديدة أو الإسماعيلية النزارية. الجو اللي كان فيه حسن الصباح كان القوة السياسية المهيمنة على الفترة دي في الدولة العباسية هم السلاجقة الأتراك، ودول سنة وأقوياء، فدخل في صراع معهم، وهنا بدأت فكرة الفدوية أو التضحية والاغتيال السياسي. هو فكر في نظام جديد اللي هو الاغتيال السياسي، وكان من أول المغتالين نظام الملك الوزير القوي للسلاجقة. وبدأت بقى الفكرة من هذا التاريخ في مواجهة القوى السلجوقية بهذا الأسلوب. فسموا نفسهم أولا كل واحد بينادي زميله يقول له يا رفيق فلان، هذا المصطلح، ثم أطلق عليهم الفدوية. وظل الأمر كذلك فترة الحسن الصباح، ووصلت الدعوة إلى شمال سوريا في حلب وفي حمص. وهنا في فترة لاحقة أصبح هناك زعيم للإسماعيلية النزارية هو شيخ البلد سنان. وهنا بدأت بقى كان ظهرت القوى الصليبية في الشرق في ذلك الوقت. تمام. فابتدى في مواجهة بينهم. في البداية كانوا في تقرب وفي نفس الوقت في مواجهة، وكانت الفكرة العامة قايمة على فكرة الاغتيال السياسي، وده اللي استمر حتى انهم بعد حوالي يعني في بعد ان قام صلاح الدين بوضع نهاية للخلافة الفاطمية في مصر، فحاولوا انهم يحصل مواجهة بينهم وبينه، وكان في محاولتين لاغتيال صلاح الدين ولكنها باءت بالفشل سنة 1173 1174 و1176. في مرحلة لاحقة دخلوا في تقارب ومواجهة في نفس الوقت مع القوى الصليبية اللي كونت مملكة بيت المقدس اللاتينية عن طريق بقى الداعي الجديد اللي هو اسمه سنان شيخ البلد، ده اللقب اللي أخدوه. الصليبيين هم اللي أطلقوا عليهم كلمة الحشاشين أو مصطلح الحشاشية. ليه بقى؟ أساسان. لأنهم توهموا أنهم كانوا بيدربوهم في أماكن مغلقة وبيدوهم مؤشرات أو مخدرات على أساس أنهم يقدوهم أنهم قاعدين في ما يشبه الجنة، وانه منتظرهم لما يقوموا، ودي منتظرهم لما يقوموا بالعمليات الفدويه اللي هيقوموا بيها. تمام. ادانا الوصف ده الغربيون والرحاله ماركو بولو. الرحاله يعني احنا مستمدين هذا الاسم من الغرب، من اكثر مراجع الغربيه، ثم تردد في بعض الكتابات الاسلاميه الشرقيه. لكن الاصل في المصطلح ده اسمع عليها النزاريه، لا الحشيشين. الاصل في الاصل العربي، الأصل العربي الإسماعيلية، لكن خدوا كمان الفكرة دي من الكتابات المسيحية الصليبية. وظل الوضع كذلك الدولة الإسماعيلية الجديدة. خلي بالك احنا لما نتكلم من المصادر الإسماعيلية لا تذكر كلمة حشاشين إطلاقا، لكن ده كلمة أطلقها عليهم الأعداء بتوعهم أو الناس اللي في مواجهة بينهم. انتهى الأمر عندما وصل المغول سنة 654 وضعوا نهاية للدولة النزارية الإسماعيلية الجديدة في إيران، وانتقلت مركزها إلى سوريا. سوريا في الشام، يعني ما كان يطلق بوقتها بلاد الشام الآن من عليها سوريا. واستمروا هناك مع شيخ البلد اللي هو اللقب الجديد للداعي الإسماعيلي. وأيضا حصل لهم برضو امتداد في كوجارات في شمال الهند. وفي الفترة اللي وصلوا فيها بعد سقوط دولتهم في إيران على يد المغول، لما أصبح الزار بيبرس هو السلطان الفعلي في مصر وأول سلاطين المماليك المؤثرين،
كانوا بيدفعوا له جزيه للزار بيبرس، بيعتبر نوع من التبعيه له. ودورهم بقى في التاريخ منذ هذا التاريخ بدا يتراجع، الى ان بدا في الظهور مره اخرى في القرن التاسع عشر. هنا اصبح هناك لقب جديد اصبح يطلق على الداعي، اللي هو الداعي رقم 47 في ترتيب الدعوه دعاة الاسماعيليه مثل الحسن الصباح، واصبح يطلق عليه اسم الاغا خان. واخذ اصبح هذا اللقب منذ هذا التاريخ عندنا الان اربعه اغا خان، الاغا خان الاول، الاغا خان الثاني، الاغا خان الثالث اللي هو محمد علي الحسيني، ده الاكثر شهره واللي زوجته البيجوم اغا خان، واللي مات في وانتقل بقى يقيم في اوروبا في سويسرا بصفه خاصه، ومات في سويسرا ودفن في اسوان في مصر. ايوه. والجيل اللي بعديه ابنائه، عشان تعرف التحول اللي حصل فيهم واحتكاكهم باوروبا، دول هنود بقى، ما يعني، لا يعني اصبحوا دعوه وتركوا الفكر الفداوي اللي كان بدا معاهم في البدايه، حتى ان ابن الاغا خان الثالث الامير علي المفروض كان له الحق في انه يرث ابوه في الدعوه الاسماعيليه، ولكن لانه تزوج من الممثله الامريكيه ريتا هيورس فابوه استبعده، لان زوجه الداعي بتسمى السيده المقدسه عند الاسماعيليه النزاريه، فطبعا استبعدوا هذه الفكره وانتقلت الى الابن الثاني كريم الدين اللي هو الداعي الاسماعيلي الان الكريم الدين اغا خان. وبالمناسبه قاموا باعمال مهمه جدا في مصر، يعني كل المنطقه اللي احنا بنسميها حديقه الازهر او حديقه الدراسه هم اللي نفذوها الاغا خان. وايضا الحفائر التي كانت تتم في سور القاهره الشرقي منذ 10 سنوات او اكثر قام بها الاغا خان، وعملوا مركز مهم جدا كمان، كرسي اسمه كرسي الاغا خان في جامعه هارفارد في كليه الام اي تي تكنولوجيا. وعندهم معهد مهم جدا انشئ في لندن هو المعهد الاسماعيلي. وهنا المعهد الاسماعيلي ابتدى المشرف عليه فرهاد دفتري يضع مجموعه من الدراسات المهمه، منها ذا اسماعيلي، الاسماعيليه، الاسماعيليون، بيصف فيه التطور التاريخي للاسماعيليه لكن مع التركيز على الاسماعيليه النزاريه، لان في فرع اخر من الاسماعيليه اللي استمروا في مصر اسمه المستعليه، ثم ظهر فرع اخر اسمه الطيبيه انتقل الى اليمن ثم الى كجرات في الهند، اللي منهم طيبه البهرة الان طبعا اللي بيقوموا بالاعمال الخاصه باعاده بناء او ترميم الاثار الاسماعيليه الفاطميه. يمكن عايزين نرجع، كانوا عايزين يوصلوا لايه بده ولماذا يسموا بالفرقه الاخطر تاريخيا؟ لا هم كان فرقه شيعيه في بيئه سنيه، بيئه السلاجقه، والسلاجقه دولت هم اللي نجحوا في حمايه الدوله العباسيه بعد ان كان على راسها او المسيطر عليها البويهيون، والبويهيون شيعة زيدية، وهنا جاء السلاجقة السنة، فتوافق ده مع الانفصال في الحركة الإسماعيلية في مصر ووصول الحسن الصباح، فكانت البيئة المحيطة به بيئة فيها مقاومة شديدة ممثلة في السلاجقة، فلذلك هم قاموا بعمليات الاغتيالات، وزي ما قلت إنهم اغتالوا الوزير القوي للسلاجقة نظام الملك في البداية. وتطورت الحركة دي، ثم لما انتقلوا إلى الشام ابتدت تظهر برضو حركات أخرى مع وجود الصليبيين من جانب، ثم نجاح صلاح الدين في وضع نهاية للدولة الفاطمية في مصر، فبالتالي أصبح من الأعداء يعني أسقط الدولة اللي هم بيحتموا بيها أساسا وينتموا إليها، فابتدت هذه المقاومة وهم ما عندهمش نشاط تاني، فهم طائفة شيعية في بيئة سنية، ولذلك فكرة الفداوية دي اللي موجودة عندهم اللي هي فيها تجهيز لطائفة لتضحي بأنفسها، دي اللي خلت المواجهين ليهم أو الأعداء بتوعهم يسموهم الحشاشين، على أساس أنهم كانوا بيعدوا
عن طريق مخدر، وده يديهم بانطباع انهم قاعدين في جنه مصغره، وهيقوموا بهذه العمليات في نقوش الجنه. وده التفسير اللي وصل لنا من خلال من المراجع الغربيه الكتابات الصليبيه ومن خلال وصف ماركو بولو الرحاله الشهير. طيب حضرتك ذكرت اكثر من نقطه، من تونس ثم القاهره ثم سوريا ثم العراق ثم ايران ثم الهند، اي هذه النقاط جغرافيا كانت الاكثر تاثيرا في طائفه الاسماعيليه او ما عرف غربيا باسم الحشاشين؟ الايراني الجزء اللي كان في فارس، لان في قلعه ألموت اللي موجوده هناك، ودي الحصن اللي قام على اساسه حسن الصباح بتاسيس الدعوه. فين في ايران؟ في منطقه اسمها ألموت في وسط ايران. قام عليها هذه الدعوه بتاعته، وقد اصبحت منتشره يعني مشهوره، ان هي كان بيجمع الناس فيها وبيديهم التوجيه الفكري ده لفكره الاغتيال السياسي كحل عشان خاطر يثبتوا وجودهم ويستمروا في الوجود، لان هو فقط حمايه الدوله الممثله في الخلافه الفاطميه، وفي نفس الوقت هو منشق عن الخلافه نفسها، فهو في موقف حرج وفي مواجهه قوه سنيه كبرى زي السلاجقه. طيب خلينا نرجع بقى للعمل الدرامي للشركة المتحدة عاملاه في رمضان، وهو مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز النجم الكبير. طبعا أهمية ان احنا نعمل عمل درامي زي ده ايه هو؟ طبعا لتسليط الضوء على حقبة من التاريخ الإسلامي وطائفة من طوائف الإسلامية ممثلة في فرقة زي هم بيسموا نفسهم الإسماعيلية الجديدة او الإسماعيلية النزارية نسبة الى الإمام نزار. لكن التفاصيل بقى اللي في المسلسل جت منين وازاي، ما شفناش المسلسل ما نقدرش نعمل حكم بدون مشاهده. وفي نفس الوقت يعني انا دايما اقول، هل هناك مراجعه تاريخيه من متخصصين؟ اكيد طبعا، لماده الموضوع، بس احنا نضعنا في الاتموسفير بتاع الجو بتاع الاحداث والحلقه. أيوه. من ناحيه التفاصيل، لان اغلب التفاصيل اللي بتتكلم عن الحسن الصباح مصادر فارسيه. لان احنا عارفين هو قاعد في فارس، ومن اهم الحاجات اللي عملها الحسن الصباح انه حول لغه اهل الدعوه التابعين له الى الفارسيه. ما بقوش يتكلموا رغم ان الدراسات يعني الفاطميين ما بيكتبوش بالفارسي، بيكتبوا بالعربي. صحيح. في الدعوه بتاعتهم ومجالس الحكمه وفي الكتابات بتاعتهم، هو قلب ده الى اللغه الفارسيه. يعتبر البيئه اللي موجود فيها. وبناء عليه احنا نقدر نقول ان كان في نوع من انواع الاغتيالات، وده اللي هتترجم دي السياسه اللي ابتدعها حسن الصباح. أيه. واللي استمرت واللي وصمت الفرقه النزاريه في دورها الاول في شكلها الاول. صحيح. شكلها اللي انتقل الينا من خلال المصادر. ابرز هذه الاغتيال، حضرتك ذكرت واحد او اثنين ومررنا كده على محاولات يعني فاشله لاغتيال القائد يعني صلاح الدين. مثلا من ضمن المحاولتين فاشلتين لاغتيال صلاح الدين في الكونت برنادوت ده، اللي هو كان هيبقى يتوج حاكم لعكا، وده من الصليبيين امير صليبي، ودول اغتالوا اثنين من الاسماعيليه او الحشاشين، تزيوا او تخفوا في زي الرهبان المسيحيين عشان يبقى مندسوا في وسط الاحتفاليه اللي كان هيتم فيها تتويج وحاكم على عكا واقتلوه. فكانوا برضو بيستخدموا اشياء زي تنكريه يعني عشان لانه بيدرج واحد صليب هيخش ازاي في وسط الاحتفال، فلبسوا رهبان مسيحيين. حضرتك بتتكلم عن المراجع اللي يمكن اتكلمت عن الفرق او فرقه الحشاشين مراجع فارسيه، هل في مراجع كتب اسلامي اتكلمت عنها من وجهه التاريخ؟ تاريخي. يعني مشاركتهم في الاحداث مش طيب. عن طب لكن زي ما قلت ان الدراسات الحديثه تناولت الموضوع ده، فاحنا عندنا دراسه مهمه جدا كتبها المستشرق الانجليزي برنارد لويس زي اساسان او الحشاشين. ودي دراسة مبنية على مصادر وفيها دراسات مهمة ونقلت إلى العربية، ثم الدراسات التي كتبها أتباع المذهب نفسه المستمرين إلى الآن اللي بيمثلها المعهد الإسماعيلي في لندن. ودول عملوا كتاب ضخم جدا اسمه الإسماعيليون، واخد الموضوع من البداية للنهاية، لكن مركز أكتر على استمرار الفرقة النزارية.
او الحشاشين بن مصطلح السائد. صحيح. يعني من كان يعلم ان الاغاخان هو استمرار او هو اخر جيل يعني من اجيال، لكن دي جيل متفتح. ايوه الاسماعيليه النظريه، كورس الاغاخان في الام اي تي في هارفارد بالظبط، ويعمل المعهد الاسماعيلي في لندن. صحيح. وبعدين يبقى مقيم في اوروبا، وبالمناسبه واحد منهم صدر الدين خان كان مرشح امين عام للامم المتحده في مرحله من المراحل. لا وليهم اسهامات كتير يعني. ما حدش كان ابدا يتخيل ان حصل لهم انقلاب او تحول، ان هو ده الامتداد. وان يبقى مكانهم كمان في الهند بعد ما يعني بداوا في تونس وجاءوا للقاهرة ثم سوريا ثم العراق ثم إيران ثم الهند، تنقلوا باعتبارهم يعني فرقة يعني كانت بتحاول مواجهة من السنة. صحيح. بالك أن الغالب على الأمة الإسلامية السنة، فهتلاقي أن الشيعة بفرقة مختلفة تبقى في مناطق من زاوية نسبيا. صحيح. على أي حال استعرضنا خلال هذه الفقرة تاريخ الفرقة الإسماعيلية النزارية اللي سماها أعدائها أو اللي سماها الصليبين وقتها أو المراجع الغربية بتسميها بالحشاشين، وكان بصحبتنا الدكتور أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي لتحليل كل هذه الحقبة التاريخية. شكرا لك دكتور ونورتنا. احنا متحمسين طبعا نشوف المسلسل ده، وطبعا الشركة المتحدة مستمرة في معركة الوعي اللي بتقوم بيها من يعني مواسم مختلفة من أعمال الدراما المصرية. احنا بنتعلم كل مرة حاجة جديدة وبنشوف مشاهد مختلفة في التاريخ. متحمسين ان احنا نشوف كريم عبد العزيز في دور مهم جدا، ومسلسل انا شخصيا اتوقع ان هو يكون الاهم في الموسم الرمضاني، مسلسل الحشاشين. ده حقيقي.